أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. إشارات لاسلكية تشير إلى احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية. محادثات جنيف الثامنة تنطلق اليوم بحضور المعارضة السورية وغياب النظام. في العراق قتل 11 شخصا وإصابة 33 آخرين بجروح في هجوم انتحاري في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد. دول التحالف العربي تتفق على محاربة الإرهاب إعلاميا. إدانة مراهق منتمي لداعش بالتخطيط للهجوم على حفل جاستن بيبر. وفي الصحة دراسة وصول الفم تعرض الصحة لخطر كبير. وفي أخبارنا المنوعة فيسبوك تطرح خاصية جديدة لرصد محاولات الانتحار. ألبوم تيلر سويفت الجديد يواصل تصدره لقائمة بيلبورد للأسبوع الثاني.